ولا يوجد ما يبرره بأي حال من الأحوال. لكن أنت في لقاءات تمت قبل هذا، لقاء حفتر في البحر الميت في فندق إذا صدقني ربي الموفنبيك في البحر الميت مع الموساد، تكلمنا عليه في هذا البرنامج. أنت لم حتى تدير لايك خايف منه. لقاءات عناصر وسيف الإسلام وعناصر القذافي بالمسؤولين. اليوم الصبح اتصل بي أحد الأصدقاء وهو مسؤول سابق بين قوسين سفير أيام القذافي، قال لي أنا شخصيا قابلت وزير العمل في مكان في منظمة في جنيف، وقال لي شخصيا، قال لي ما نعرفهاش يعني، لكن جاي سلم علي قال لي انت كذا، انت السفير كذا، تفضل اهلا وسهلا. قال لي، قال ذهلت نمشي من قدامه، قال لي احنا والله في كذا وكذا، واحنا في تواصل بيننا وبين سيف، وفي تواصل بيننا وبين معتصم مسؤول الامن القومي، و و و هذا اقسم بالله من فم لي ودني، وهذه الشهاده القاها يوم القيامه. وانا ما طلبتش منه انه يحكي لي، هو اللي اتصل له وحكى لي. فاليوم تبي تفهمني انك انت بتتهم فبراير، ولا تبي انت؟ وهذه لقاءات مشهوره، هذه نشرت، ومش واليوم كل شيء بالدليل زي ما عودناكم، كل شيء بالدليل. فنحن من يحق لنا ان نحتج على لقاء السيده نجلاء المنقوش بوزير الخارجيه، وزير خارجيه العدو الصهيوني؟ نحن